في إطار جهود الدولة في دعم القطاع الخاص ودعم قطاع الصناعة ورؤيتها في خطة الإصلاح الهيكلي، أكدت الحكومة أن مصنع الشرقية للسكر يعتبر أكبر مصنع لإنتاج السكر من البنجر ضمن أكبر مصانع الشرق الأوسط. هذا ويتميز مصنع الشرقية للسكر بامتلاكه أحدث معدات بالشرق الأوسط عن طريق التعاقد مع شركات ألمانية وفرنسية وبلجيكية. في إطار اهتمام الدولة بدعم القطاع الخاص ودعم قطاع الصناعة الذي هو محورها ورؤيتها في خطة الإصلاح الهيكلية، برز الاهتمام الذي توليه الحكومة بمصانع القطاع الخاص أو التي تتشارك معها، لا سيما في إطار جهود الدولة للعمل على تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج أو زيادة الصادرات لجلب موارد دولارية أكبر. الحمد لله مصنع الشرقية للسكر بيساهم بحوالي 15% من إنتاج السكر في مصر. إحنا البنجر المشغول عندنا بيوصل ل 2 مليون طن، بننتج حوالي 250 ألف طن سكر أبيض. الحمد لله المصنع قايم على أحدث تكنولوجيا في العالم. مصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة واحد من تلك المصانع التي أولتها الدولة اهتماما كبيرا، فالمصنع تم إنشاؤه على مساحة 1,800,000 متر مربع. في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم القطاع الخاص ودعم قطاع الصناعة بصفة أساسية، وهو المحور الأساسي في رؤية الدولة وفي خطتها الإصلاح الهيكلي، فإحنا كان مهم جدا أن إحنا نزور بعض المصانع اللي احنا كمشاركين فيها، سواء كان من خلال المؤسسة الإسلامية لدعم القطاع الخاص وتمويل التجارة ومصر، وأنا محافظ مصر في البنك الإسلامي. المصنع يوفر حوالي 15% من احتياجات السوق المحلية من السكر، ويقوم بتصدير نحو 65 مليون دولار سنويا لدول مثل الصين وكوريا ودول أوروبا، ويوفر وظائف لنحو 713 عاملا وموظفا بشكل دائم، إلى جانب نحو 350 عاملا من العمالة الموسمية. استكمالا للتعاون اللي بيننا وبين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، اللي هي أحد المساهمين وأكبر المساهمين الموجودين في الشركة، وكان الغرض من الزيارة هي يعني الاطلاع على آخر المستجدات في المصنع، وبيشوفوا بالضبط المصنع وصل لغاية فين. لو نتكلم على المراحل اللي بيمر بيها البنجر في التصنيع، البنجر من أول ما بيدخل أول محطة بيمر عليها في المصنع بتبقى محطة الموازين. بعد محطة الموازين بتتوزن السيارة علشان نعرف بالظبط الوزن بتاع البنجر اللي موجود عليها قد ايه، بتخش على معمل الاستقبال. في معمل الاستقبال بياخدوا عينه من كل عربيه علشان يعرفوا درجه الحلاوه اللي موجوده في البنجر. الاثنين دول الوزن والحلاوه اللي بنقدر نحاسب عليهم المزارع اللي مدخل البنجر في المصنع. المصنع يعتبر اكبر مصنع لانتاج السكر من البنجر داخل مصر وضمن اكبر مصانع الشرق الاوسط، حيث يتميز بامتلاكه لاحدث معدات في الشرق الاوسط عن طريق التعاقد مع شركات المانيه وفرنسيه وبلجيكيه. مصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة يستخلص السكر الأبيض من محصول البنجر مع تصديره للخارج، وتبلغ طاقته التشغيلية أثناء موسم البنجر 12 ألف طن يومياً بإجمالي 1.6 مليون طن سنوياً، وتنتج منها 250 ألف طن من السكر الأبيض، بالإضافة إلى 100 ألف طن من الأعلاف الحيوانية و100 ألف طن من الملاس وتصدر للخارج. وبدعم الدولة للقطاع الخاص وتطوره، حصل مصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة على العديد من شهادات الجودة، وهو مصنف ضمن القائمة البيضاء لهيئة سلامة الغذاء.